السلام عليكم متابعين ديال ميكانور اكابون. فيديو جديد. الفيديو اللي غادي نهضروا على موتور بيجو ولا سيتروين الانسيس. كما كتشوفوا هذه عندها تسرب الزيت بزاف، يعني واحد الزيت كيسير ليها من هاد لي زاريدوي ديال لي زانجيكتور، هما اللي كيسيلوا الزيت ديال الكاسوباب. غنوريكم المشكل، يعني تسرب ديال الزيت بزاف، وكتوصل له الزيت حتى للتيربو. الدوليته ديال التيربو ديال الانتركولر كتوصل له تما الزيت. والمشكل غنوريكم مشكل بسيط. اول حاجه غادي نحيدوا هاد الكاسوباب هذا كما كتشوفوا. كما كتشوفوا عنده هاد الجوان دايرين له غير السيليكون، حنا غنبدلو نديرو له جوان جديد. حاجه واحده اخرى، اربعه ديال لي زانجيكتور، يعني باربعه بهم خصنا نحيدوهم، وغنجيبو لهم اربعه ديال لي زاريدوي باربعه ديال الروندينات بواحد الباكات اللي كيبركو على الرونديل على الانجيكتور. المهم كما كتشوفوا غادي نحيدو البرايز ديال لي زانجيكتور بعدا. نحيدو البريز، نحيدو هاد الفرانات ديال التيو ديال الروتور ديال الكازوال، نحيدو كما كتشوفو هادو فرانات. وديك التيوات راهم ديجا عندهم واحد الجوينات صغير يوريني، يعني إلا سالو بالمازوط ديك الجوينات كيتبدلو. المهم نحيدو هاد التيو هدا كومبلي، نحيدو باش غادي نحيدو الانجيكتور، نديمونطيو لي زانجيكتور بربعه. كيكون عنده نقص في الزيت بزاف، وديك الزيت كتهبط له على الشاك، ما كتبقى تقطر له على الشاك، ما كدير له مشكل ديال الدخان والريحه والنقص ديال الزيت. حاجه واحده اخرى، هذا موتور الانسيس، حاولوا ديروا له، راه فيه هو توتال دوريجين توتال، ديروا له 1040 ولا 540 توتال. بالنسبه لهاد لي زاريدو هادو قلالين، كاين اللي كياخذهم في لا ميزون، وكاين اللي كيخرجوا على برا، يعني على برا كيتباعوا. راه ماركه مزيانه، فيها تبان تمام مزيان. كما كتشوفوا هذه اللي حيدتنا هي الاريدوي اللي كتسيل الزيت يابسه، شوف. وهذه اللي مازال شي شويه مازال رطبه، اريدوي يعني مجبده واسعه بزاف، يعني ما ديك الطاي ديال الاريدوي ما بقاتش اللي ما تخليش الزيت طرش الفوق، يعني طلع مع الانجكتور. هذه هي الاريدوي الجديده اللي جبنا، نوريكم فرق. شوفوا هذه القديمه، شوف هذه القديمه، وشوف هذه الجديده. شوف الجديده القديمه راه كتبان لك اريدوي. هادو هما الباكات كيجيو كيداروا من فوق لي زاريدوي، يعني كيكونوا في الانجكتور هنايا، هو ما عندوش، كيكون هنا باش كيبركوا على الاريدوي، ما كيخليوش الاريدوي طلع باش ما ديرش الزيت. هنا هذه هي بلاصه كيركبوا، والرونديله ديرها جديده. حنا من بعد ما نطوينا بلاصه الاريدويل ونقيناها مزيان ونحيدنا ديك السيليكون، وغنركبوا نركبوا الاريدويل ديالنا، ومن بعد نركبوا الانجكتور. من بعد نركبوا الانجكتور ونبلاصيو له لي باغ ديالو، يعني البولونات ديالو، ونقادوه ونركبوا له التيو ديال المازوط باش يجي مقاد، يعني ما يجيش لا شميت فوران كش التيو ديال المازوط. هادي الثانية عاوتاني تا هي غادي نحيدوها، تا هي عاوتاني نطويوها مزيان باش ملي نركبو الاريدويل ما ديرناش شي مشكل. انا عندي واحد الطريقة خاصة باش كنركبهم، كنشد الاريدويل كنركبها في واحد لاراش، ها هي كما كتشوف، نديرو شي شوية الزيت ونشدو الاريدويل نركبوها، باش ديك الشنفه كتجي من فوق ديك الجعبه ديال الانجكتور، فين كيدخل الانجكتور باش ما يطلعش الزيت. هنا ركبناها، شوف كي
كما كتشوفوا حنا ركبنا يعني تحت بلاصتها. انا نوريكم. لا صافي صافي شوفوا ها هي شي تحت الشنفه ديالها جات شاده الكاسوباب باش ما يطلعش الزيت. كتفرق ما بين الكاسوباب والانجيكتور. حنا نزرعوا الانجيكتور ديالنا ونديروا له ديك الباغا ديالو اللي جات مع الاريدوي ونركبوها ونزيروا الانجيكتور. الاغلبيه ديال الانسيس فيهم هذا المشكل هذا ديال لي زاريوي. كينقصوا الزيت وكتلقى موتور الانسيس كامل كيقطر بالزيت وكيعيا ما يقلب وكيشوف كيلقى ديك الزيت وديك الاريدوي صعيب باش تركبهم. يعني ملي كتركبهم كتنقص الزيت ولكن في نفس الوقت ما كيسر يعني ما كيجوش بلاصتهم هما هذوك الا ما درتش لهمش واحد الطريقه ديال باش يركبوا بلا راش. حاجه واحده اخرى هاد الموتور هذا الانسيس تبارك الله يعني التيراج مزيان كلشي مزيان غير هو حاجه واحده حاول تبدل له الفلتر ديال المازوط. يعني شاك بيضون جبدل له انت الفلتر ديال المازوط باش ما يبقاش عندك مشكل ديال لي زانجيكتور وسميتو وسميتو التيراج. قد ما نعمل الجو اللي مزيان قدو دير شي شويه ديال شي شويه ديال ديال سميتو حاول تيري او تعطي الموتيراج مزيان باش كي حتى داك الانجكتور الا كان شي شويه مكوانسي ولا داك كيتسلق. غادي نزيرو لي زانجيكتور نزيرو لي زانجيكتور كما كتشوفوا التيو ديال لي زانجيكتور في خطره نزيروهم باش منين نحطو التيو ديال الروتور نديرو امارش في الوسط. ما تنساناش بارناس هنا هنا من بعد ما ركبنا عندو 500 درهم لي زانجيكتور لي باغ وركبنا درنا الرونديل الجديد غنزيرو كما كتشوفوا زيرنا لي زانجيكتور ديالنا ونزيرو التيويات ديالهم نزيرو التيويات ديالهم ونركبو ونتوكلو على الله. هادو مزيانين ضروري تقلبهم باش ما تلقاش شي مشكل ديال المازوط. امشي واه جان وهنايا كل انجكتور غنديروا له البريز ديالو كما كتشوفوا كل انجكتور غنديروا له البريز ديالو ونتوكلوا على الله وركبوا الكاسوباب ديالنا ونبدلوا له الفلتر ديال المازوط راه نبدلوا له شي شويه نديروا له مازوط مزيان. وكاين واحد برودوي كيدار في سميتو في الريزرفوار هو اللي كيحيد ديك لا غريب ديال سميتو ديال لي زانجيكتور كيكون كيدير الدخان ابيض والرعده. يعني ملي كتكون كديرها ماش كيبقى يترعد يترعد الماطور على ما كيسخن عاد كيشد لارانتي هذا كيكون شي انجيكتور مكوانسي. المهم كاينين واحد البرودويات كيداروا في الريزيرفوار وكتضرب بهم الطريق هما اللي كيديروا لك كيطلقوا. كما كتشوفوا هذه واحد ناني فلور هذه ناني فلور هذه كاينه واحد الكلابيه تما خاصها تنيطويه ضروري على حساب ديك الزيت اللي كيمشي للتيربو كيوصل له الزيت. هذا هو اللي كاين. الاغلبيه ديال الناس كيكونوا كيوصل له الزيت كيوصل له التيربو كيوصل له الزيت وكيبقى من هنا لهنا لهنا الزيت كذا هو راه الكلابيه اللي كاينه ناني فلور هي اللي كتكون دايره المشكل. تبارك الله عليكم حاولوا تدعموا القناه. حياكم الله كان معكم اكعبون.